التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، تواصلنا يستمر عشاق الأصالة في هذا اليوم وهذا الظهور القوي الذي نشاهده من الأخوة المعلنين لهذه الجاهزية في بداية هذا الموسم مع سن الحقايق. تهانينا لكل الفائزين وحضر وفر لمن لا يحلبوا الحظ في أشواط هذا اليوم. يسير شوطنا التاسع الخاص بمنافسة الأبكار، ناخذ اللي على المقدمة وعلى البداية الأولى، وهنا تأتي هنا بهرجة سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي على المقدمة والبداية الأولى، بينما وصلت الهنوف محمد بن لاحج بن سيف الهاجري. أما بالمركز الثالث اللي وصلت وتقدمت هادي غزر سعيد بن سالم بن سعيد الزرعي يتقدم، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع من الجانب الآخر وصلت ريام محمد بن سلطان بن ميريل الكتبي يقدم لنا ريام، بينما في المركز الخامس هذه هي مبشرة محمد بن عبد الله بن هاشل الشامسي. هذه هي نتيجتنا وندائنا للخمسة المراكز الأولى، لكن العودة العودة بالصوت والصورة إلى المقدمة إلى البداية إلى المركز الأول. ما شاء الله يا غزر، غزر سعيد بن سالم بن سعيد الزرعي مسيطر في صدارة هذا الشوط، ولكن شوف اللي غيرت، شوف اللي غيرت يا اخوان، الريام ريام ريام تاخذ الوصوف من الريام. ما شاء الله يا ريام، هذه تتقدم بشعار محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي، راعي النوعيات راعي السلالات راعي النوعيات الفاخرة. الله 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 يا ريام، الله يا ريام، هذه ريام انفردت الى المقدمة والى البداية. محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي المركز الثاني، الحذرة 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 قادمة، الحذرة قادمة واصلة عيلان بن سعيد عيلان المهاري، ولكن يا اخوان خلوا ريام، خلوا ريام بروحها، خلوا ريام تستانس بروحها في صدارة هذا الشوط. يا مقدم ريام، يا مالك يا ريام، محمد بن سلطان بن ميريل الكتبي راح الى اهل الفوحه، والله مو بغريب، مو بغريب، صاحب العوايد صاحب الانجازات القويه. تهانينا لابو سلطان محمد بن سلطان بن ميريل الكتبي على فوزي يا ريام، بينما وصلت في المركز الثاني هذه الحذره عيلان بن سعيد عيلان المهيري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت ايضا الشبابية خليفة بن محمد بن عامر العمري. هذه هي النتيجة للثلاث المراكز الاولى، عودة بالتهنية والناموس الى مالك يا ريام اللي قدمت هذا الاداء المتميز والجميل بتوقيت زمني مقداره ثلاث دقائق او دقيقتين، يا سلام، دقيقتين وثمانية وخمسين ثانية، دقتين دق ابو سلطان بأريام بالنوعية المتميزة التي اعلنت بدخولها مع الامتار الاخيرة. فتهانينا على هذا التألق، على هذا الفوز والانتصار، صاحبة التوقيت الافضل أريام في هذا اليوم، مهدي محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي، وكذلك التهاني لابو محمد سلطان بن ميرين الكتبي الذي لا ننساها ان نهني دائما الدعم الرسمي لهذا الشعار يقدم النوعيات المتميزة. تهانينا لا على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لجميع الفائزين.